بعض الناس هدانا الله وإياهم يتشائم يتطير. هنا إنسان قال جرات دشتي باطل إنادكن يتوقع الشر دشتي باطل دشتي بيس إجرابي عالمي بكلمشتك. سبحان الله سبحان الله. المسلم الموحد لابد يتفاعل دائما ولا يتطير. مسلمانك ربي علامي رأيناتك أهل توحيدي قري هر زمان تشتي باك هيوا تشتي باك بسنة هيوا تشتي بيس ناسنة. الذي يتطير هو المشرك المنافق أو مبريك هر زمان تشتي بيس تفكره هر زمان قلبي دا تشتي فيه بيس دي أو علامات منافقة. من الذي يقدر لنا الأمور يكتب لنا الأمور؟ قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر علينا هذه الأشياء. قدر رب علمي ما روان تشتاد النبيسة رب علمي ما رباكي بيسي كي جانا أويد ريجا. والله لا يأتي من الله سبحانه وتعالى إلا الخير. إذا رب علمي ترى رباكي بيشتر تشتاك ناي. بعض الناس يتطير يتشائم ببعض الأشخاص، يعني يرى شخص مريض مثلا أو أعور أو أعرج قال إنسان تشتاكي بيس دوينة مبركي ناخاش دوينة دوينة ها أبو ناخاشوشي بيستاري مدار أو يا ببعض الأصوات صوت الحمار صوت الكلب. مثلا هنا إنسان دفجة أها كاري دنجة كهذا خصي أو دنيكة كهذا خص دمكي بيسيكة كهذا بيسرمة. أو ببعض الأماكن يقول ما أمشي من هذا الطريق يحصل لي حادث فيه. قال إنسان دفجة أزير غير دشم بلا كهذا يسرمة دار أنا تشتناكش نراس الشريعة دار. أو ببعض الأرقام مثلا هنا إنسان شتينين رقمة مثلا دفجة سيزدة بانزدة شانزدة أبكى رقمنا أب عددنا أبنا عددي بيس. هذا من الشرك الأصغر لا بد الحذر. أما الشركة جوجكة أما الشركة قريم جوي داري خبه فارزينة.